أنا بعرف مين اللي قتله، ما في غيره. مين يا حزرك؟ ايش بعرفني أنا؟ سلنجو. ليش سليم شو في بينه وبين عادل حتى يقتله؟ ولا بس بدك تتبلى انت؟ صحيح عادل في السود، بس هو عنده ناموس وبيعرف الأصول وما بيحب الفاينة، وكل ما شاف هذا الواطي سلنجو عم يعمل شغلة عاطلة عم يروح يفسد على هنا. لو بقى حاجة يا سيدي، زعلان على العالم كله بس فرحان لهالندل أبو نزار. احترقوا شجرات التفاح كلهم، اطفهم من على الشجر هيك تفاح مشوي. لا تشمت له، لا تشمت. لو بدي اشمت، لو بدي اشمت. عم بعيونه ندل ندل. جودة عليه حسن فوت. شكرا. وين موقع الجريمة؟ لا جريمة لا، شوية جريمة مع أساس نقتل عادل. هاي 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 بده مؤازرة. الله يرحمك يا عادل، الله يرحمك يا عادل. والله نقتل قتلة نكرة. عند الدكتور هيك مشنك. العلم الجنائي بيقول لكي تعرف الفاعل فتش عن الدافع. أخذناها بالدورة لهي. يعني أنت مقتنع معي؟ بس بعمره عادل ما فسد لي شيء عن سليم، لحتى سليم ينتقم من عادل. بقى مين قال لك إنه فسد؟ لك يا ابو نادر ما فسد لك الك، فسد لي الي يا اخي. بخصوص شو يا اخي؟ يعني انا لسه بيقول لي بخصوص شو بدك من بخصوص شو؟ فسد لي يا سيدي وكذا مره. لك انا لازم اعرف البيضه من بيضه والجاجه من جاجه لحتى وجه التهمه لشخص بقتل شخص. ما بدك تقول لي يعني ضروري نفضح البنات لحتى نبلي لها الوطي؟ خيو ما سليم خلاص. لا ما خلاص، وما بتروح من هون بلا ما تقول لي شو رايك. شو يعني دايما بدك توقفني؟ بقدر وقفه بتهمة اخفاء معلومات عن العدالة. حول ولا قوة. لك يا ابو نادي ما فيني احكي القصة لانه السر بينطبل بالضيعة كلها. خلاص قول سرك كبير. خيو المغفور له عادل كذا مرة شافه لسلنجو عم يقلل اصل، وش خبرني؟ لك شو يعني عم يقلل اصل؟ انا بالمحضر ما بقدر اكتب عم يقلل اصل، بدي المعنى الحرفي إله. لك يعني مرة شافه عم يقلل أصل هو الشيعة بدي عفاف قام جعل لي رحت مسكته لسلنجو وعملت له قتل كسرت له من خاره. اسمعوا على هالحكي اللي بيهوي لك بيسي، هذا مانو دافع قوي للقتل. لك ما هون القصة، القصة انه راح قال له لصهره أسعد، قام أسعد سحب باروته وراح بدي أوصل عويديل، اجت العالم وقفت وما خلته يوصل. معناها أسعد المتهم ما سليم. لك يا سيدي بمضي.